الحقيقة الواحد وهو عايش الأيام الجميلة بتاعت شهر رمضان، أيام التقوى والعبادة، الصلاة وقراءة القرآن الكريم، قيام الليل، بيقعد يفكر في الأمور السلبية اللي بيعملها. النهاردة أنا نفسي أعرف الطريق الصح بيقول لي إيه فيما يتعلق بموضوع مهم جدا. الناس بتكذب ليه؟ الأب بيكذب على مراته، الابن يكذب على ابوه او على امه، اللي بيشتغل معاك او العامل يكذب على البوس او على رئيسه، او رئيسه يكذب على زميله. يعني مش شرط تبقى بس في رمضان، بشكل عام عايز اعرف وبالذات في رمضان ليه الناس لسه بتكذب. نفسي اعرف. برحب بيك يا معز. ربنا يخليك. ازيك يا معز؟ وايه اخبارك؟ ازيك؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. الموضوع اللي انا فتحته النهارده ده بمناسبه ان احنا بقالنا دلوقتي، يعني امبارح اتكلمنا على الاسراف. وانا عارف ان الكذب ده يعني طبيعه بشريه، او زي ما تقول من الامور اللي يعني طالما ربنا نهانا عنه يبقى 100% ربنا اعلم بطبيعتنا يعني البشريه. احتمال بشري يعني. عايز تقول انه وارد انه يحصل. يعني الانسان قلنا مش معصوم من ارتكاب الخطأ، ودي من الاخطاء. بس يعني مش مفروض ان احنا نستغل الايام الجميله دي وشهر رمضان ونحد من الكذب؟ انا حاسس ان احنا عايشين في وسط، يعني ان الناس، عايز اقول لك تعالى اقولها لك بطريقه تانية، بتعتبر او بتستبيح الكذب. ربنا يعافينا اولا، ربنا يكتبنا عنده من الصادقين يا امين رب، يا رب، ويحفظنا من الكذب. هو طبعا الكذب يا معتز حاجه يعني مش صغيره قوي زي ما احنا بنبقى فاكرين. مش صغيرة قوي. يعني الكذب حسب طبعا الكذب عن ايه وفين، لكن ممكن يوصل ان هو يبقى من اكبر الكبائر للدرجة دي. اللي هو شهادة الزور طبعا مثلا. شهادة الزور مثلا في المحكمة او امام القاضي. يعني انت مثلا تعرف انه في حد سرق، فتروح تشهد انا كنت معاه يوميها وهو ما سرقش. فتعرف كده انت بتدور المجتمع كله على بعضه. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن شهادة الزور كان بيقول لهم عن الكبائر، وقال الإشراك بالله يعني الشرك، وقال عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، ألا وشهادة الزور، في رواية قول الزور. قام يعني خدها. شوف ازاي بيحسسنا انها جد. وفي رواية بقى فضل يكررها، شهادة الزور شهادة الزور، فلحد ما الراوي بيقول حتى قلنا ليته سكت. تخيل. يعني مش قادرين يعني مش قادرين نسمع قد ايه الموضوع ده كبير. ركز عليها قوي يعني، قوي قوي قوي. وده لون من الوان الكذب. طبعا احنا دلوقتي هنتكلم عن الكذب كله او الوانه المختلفه، لكن انا قصدي اقول ايه، انها يمكن يا معتز علشان هي مش حاجه ملموسه بالايد، ساعات بنتصور انها مش كبيره، انها هينه، يعني انها مش حاجه بجد عشان هي مش ملموسه. فانا عايز اقول لا، نظرتنا احنا في الدين واللي علمه لنا ربنا واللي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاشه لنا، هو انه الموضوع ده مش ملموس بالايد لكن ده حاجه كبيره قوي 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 قوي. المؤمن مش المفروض يكذب. وعشان كده في مره سئل، وفي روايتين مختلفتين، في روايه أيسرق المؤمن؟ قال نعم. نعم بمعنى انه قد يكون ذلك وارد، ممكن مؤمن يسرق، يضعف ويسرق، وده غلط طبعا وكبيرة. أيزني المؤمن؟ قال نعم برضه. فسئل أيكذب المؤمن؟ قال لا. شوف بيوريك الفظاعة بتاعت معقولة. الموضوع معقولة؟ يعني أنت قلت يسرق ف وارد. وارد وغلط وكبير ووحش جدا. يزني وارد، يكذب قال لا. مع العلم ان هو وارد، والانسان مننا ممكن طبعا بيحصل ان احنا بنكذب، يعني ممكن مسلم يكذب، لكن هو عايز يوريك الفظاعه بتاعتها، فيها معنى عميق قوي. عشان برضو نبقى واضحين، هو طبعا يظل مسلم لكن يبقى عامل زي الايه اللي في سوره الحجرات، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. انت مسلم بالجوارح وكده وبتحاول، لكن لسه الايمان ما دخلش جوه القلب وخلاه صاحي، خلاه حي بجد. فكأنه عايز يقول ما اكتملش إيمانه، ما يقدرش. واحنا اتكلمنا قبل كده ان احنا اصلا اثناء اتيان اي ذنب في حلقة التوبة، لو تفتكر عملنا كام حلقة عن التوبة، قلنا انه الإيمان بتاعنا بيخرج فوقينا كده وبين بيدخل تاني جوه قلوبنا.
مش الإيمان اللي هو عكسه الكفر، لكن الإيمان اللي هي حالة الصحيان، وإن إحنا عايشين اللي إحنا بنعتقده مصدقين ومطبقينها بجد. فلا شك إنه في درجة من الغفلة بتعتري المؤمن علشان يسرق وعشان يزني، لكن اللي بتعتريه علشان يكذب دي تقيلة قوي 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 قوي. عشان كده يكذب المؤمن لا، يعني لا لا ده لسه عايز يشتغل جامد ويكتمل. دي نقطة مهمة جدا. الرواية التانية برضو بحس كمان يا معز، معرفش تتفق معايا ولا لأ، مش المفروض الأخلاق والأخلاق الحميدة هو دي الروح اللي تبقى سايدة في خلال شهر رمضان؟ اه طبعا. فبحس ان الكذب ده بيدمر الأخلاق. اه طبعا يا معتز. وعشان كده برضو بص هتلاقي الرواية التانية اللي كنت عايز اقولها لك، يعني هتبتدي نأكد مع بعض المعنى اللي انت بتقوله. انه أيكون المؤمن جبانا؟ قد يكون ذلك. نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ ممكن. أيكون المؤمن كذابا؟ خلي بالك كذاب هنا بقى يعني يكذب كثيرا. مش بس كذب مرة أيكذب المؤمن، لا هنا كذاب. قال لا، برضو المؤمن ما بيبقاش كذاب، ما يفضلش يكذب حتى يكتب كذابا. عشان كده في الحديث اللي هو إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وبمعنى أنه ما زال الرجل بيصدق ويتحرى الصدق، يدور إزاي يبقى صادق ويحسوكها كده جواه عشان ما يبقاش قال حاجة غلط خالص، حتى يكتب صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل بيكذب ويتحرى الكذب. ونرجع لها بعد الفاصل. دي بتبتدي ساعات بندور ازاي نكذب ونحلل مع بعض بعد الفاصل هو ايه اللي بيخلينا عايزين نكذب، ايه اللي بيخلينا نكذب. طبعا نرجع لها بس نخلص الروايه. ويفضل الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب كذابا، يعني يكتب عند الله كذابا. فدي نقطه مهمه جدا. طب ما دام الموضوع خطير قوي كده، ايه اللي بيخلينا نضطر نقدر نقول قدام نفسنا واحنا عارفين انه غلط ان احنا نكذب، وايه اللي بيخليها عاده؟ فدي محتاجة تحليل. ولفت نظري انت دلوقتي من غير ما تشعر يعني للشدة اللي على حرف الذال اللي هي بتفيد بالتكرار. فعال. كذاب. يكذب مرة واثنين. نعم. وعشرة. بالضبط. لكن ربنا مش بس غافر وغفور، ربنا غفار. فهيغفر لنا مرة واثنين وعشرة. صحيح. ان شاء الله. واللي كذب مننا، ومين مننا ما كذبش اصلا في عمره من واحنا صغيرين. وهنتكلم على موضوع الكذب ازاي بيتربى جوانا كاطفال احيانا. ازاي احنا نبتدي نلحق المجتمع من الطفولة. من السن الصغير عشان ما تبقاش عادة وما يبقاش كذاب. فربنا غفار، ربنا يغفر لنا جميعا يا رب ان شاء ربنا الله. ربنا يسمع منك يا معز ويبعد عنا الكذب والكذابين. هنكمل في الموضوع ده بعد الفاصل في الطريق الصح مع معز مسعود. خليكم معانا. الواحد لما يكون ساعات بيتعامل مع احد الاشخاص ويكذب عليه، بسأل نفسي هو كذب عليا ليه، مع انه يعني كان ممكن قوي يقول لي الصدق وكنت انا هرتاح جدا حتى لو الحقيقة كانت مرة او مش بتحقق لي غرضي، انا ما كانش عندي هيبقى عندي مشكلة. فبسأل نفسي احنا ليه بنكذب؟ تفتكر احنا ليه بنكذب؟ والله معتز ده سؤال محتاج تأمل يعني. ويعني اللي تأملوا فيه لقوا انه في عدة اسباب بتخلي الانسان يكذب. طبعا من ضمنها ان احنا نتجنب العقوبة. لو في عقوبة ممكن تحصل لنا دلوقتي بسبب غلطة عملناها، الواحد بيخاف قوي قوي من العقوبة لدرجة انه ممكن يكذب. والكذب هنا هو ايه؟ انك بتخبر بواقع غير اللي انت عارفه، انك بتغير الحقيقة. بنسيء تمثيل الواقع، مش بنعرضه على ما هو عليه. كويس. ونحن نعلم. فبنبقى ساعتها عارفين ليه بيجي، ليه الاثم ما حاكى في صدرك او كما جه. الاثم بتبقى حاسه كده بيحك جوه. ليه؟ لانه جوانا حته جوه اللي هي الفطره تقدر تقول. اللي بتبقى بتحس بعدم التناسق او عدم الانسجام. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فزي ما تقول مؤشر جوه صادق قوي، حته جواك صادقه ما بتعرفش تكذب. حته سليمه، نور الفطره اللي جوانا اللي احنا المفروض ما نغطيهوش. لكن عندنا النفس والجوارح واللسان لا شغال، يعني ممكن نخالف الفطره. فلما بنيجي نخالف الفطره ونقول حاجه
غير الحقيقة دي بيبتدي يحك في الصدر، بتبتدي تحس انك بتقول حاجة غلط. سبحان الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فربنا لما بيقول لنا ارجعوا للصدق بيقول لنا ارجعوا لطبيعتكم، ارجعوا للفطرة اللي انا خلقتكم بيها وبدأتكم عليها. تفتكر الناس اللي بتكلمنا في الدين يا معز ما بتوضح لناش تماما ربنا بيشعر بإيه لما احنا بنكذب، او ايه الاثم بتاع الكذب ده علشان الواحد يحس ان هو عنده رادع وما يكذبش؟ هو طبعا اولا بس كلمة، هو مش ربنا بيشعر بإيه، بس انا فاهم المعنى اللي انت عايز تقوله تماما، لكن عشان انا فاهم قصدك، عشان بس احيانا الناس بتؤاخذ بالكلام ده، لكن انا فاهم انت عايز تقول كويس قوي، اللي هي يعني ايه رد الفعل ده على ديننا، في ديننا مع الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هيغضب ولا هيرضى؟ انا عايز اقول ان انا يعني ممكن اغضب ربنا بالكذب بتاعي بالظبط كده، حتى لو مش في شهادة زور. يعني المفروض يبقى الكذب ده شيء بغيض وشيء غير مقبول جملة وتفصيلا. تمام. هو انا ما اعرفش طبعا اللي بيقول لنا عنه بيقولها ازاي، يعني يمكن سمعت كم مرة بس حد بيحذر من الكذب، بس انا اقدر اقول انه من المداخل اللي تنجح مع النفس البشرية هي ان احنا نبتدي نشرح احنا ليه بنضطر نكذب. يعني نلتمس العذر للنفس البشرية فيه، نفهم هي ليه بتكذب. هو الكذب غلط طبعا، يعني مش بنقول ان هو صح، مش نلتمس العذر فنقول كان لازم يكذب، لا، في مواضع قليلة قوي بس اللي بيرخص فيها في الكذب، وممكن نجي لها بعد الفاصل، اللي هو ساعتها ما يبقاش الكذب إثم، ما يبقاش ذنب، ده في مواضع معينة وممكن نجي لها بعد الفاصل. يا ريت. لكن أنا مش قصدي لما ما يبقاش إثم، أنا قصدي الكذب اللي هو إثم، اللي هو ذنب. نبتدي نفهم هي النفس البشرية بتقع ليه في الكذب، بحيث وإحنا بنشرح للناس يا معتز ردا على سؤالك الكذب، وبنرغبهم في الصدق ونخوفهم من الكذب وعقوبته، يبتدوا يحسوا ان احنا فاهمينهم، احنا فاهمين انت مريت بايه فاضطريت تكذب. من ضمن الاسباب اللي بتخلينا نكذب الخوف عامه. الخوف ده سبب اساسي، بنبقى خايفين من حاجه، ممكن تبقى خايف ان الرزق ما يجيلكش فتكذب، فتبقى انت مثلا رايح الشغل متاخر والحقيقه ان انت راحت عليك نومه، فيسالك المدير فتقول له ده كان في حته حادثه النهارده بقى. طبعا الحادثه دي حصل، وتعيش بقى الموضوع، وتعرف احنا ممكن نحترف الكذب وما يبانش علينا، في ناس وصلت المرحله دي. واحنا على فكره عايز اقول لك خيالنا واسع وبنموت في الدراما والسيناريو والحوار. ما هو طبعا ربنا يعافينا طبعا. فدي نقطه مهمه جدا، وتبتدي تقول له كده ايه المسوغ، ايه اللي خلانا نقول كده في اللحظه دي، حته حادثه ولا في حادثه ولا في حاجه. الخوف، لو ركزت قوي الخوف انه يغضب عليا، ليه؟ عشان هيرفدني. ليه؟ أصلي مش هقبض. ليه؟ أصلي مش هاكل. ليه؟ أصلي مش هأكل العيال. ليه؟ أصلي خايف من الرزق ما يجليش فأقوم أكذب. فهتلاقي دايما مرض قلب جوانا هو اللي بيسبب الذنوب، أمراض القلوب. من ضمن أمراض القلوب يا معتز مرض اسمه مخافة الفقر. ده مرض في القلب، مخافة الفقر، إن احنا نبقى خايفين نفتقر. وقال لك انه من اهم العلاج لمرض القلب ده حسن الظن بالله. اوعى تخاف، ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يسيبك، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، ما ينفعش. فدي نقطة مهمة جدا، بيبقى في جوانا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى لا شعوري. وانا مش هنسى ابدا مرة كنت مع احد المشايخ في موقف معين يطول شرحه، فانا هجيب الحتة المفيدة يعني. وكان طلب مني حاجه فقلت له لا مش هقدر، وكان انا مشكلتي ان انا كنت خايف على فلوسي. هو ما يعرفش كده. بس عنده بصيره تقوى فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله. هو ما انا ما قلتلوش حاجه صراحه يا معتز، انا قلت له لا مش هينفع اصله بس ظروف. فبسرعه كنا في العربيه، ام فاتح كتاب اسمه مطهره القلوب، بيطهر القلوب من الامراض. مطهره القلوب. فتح كتاب قديم جدا من كتب التراث العميقة اللي فيها سر الأنوار والإخلاص والقرب من الله سبحانه وتعالى وحب ربنا وحسن الظن به. أنا اتخضيت، هو بيعمل إيه؟ قعد على طول. فتح الكتاب، وبعد كده قام فاتح مرض من أمراض القلوب زي البطر، الحسد، الرياء، العجب، كل دي أمراض قلوب. اسمه مخافة الفقر. أنا ليه بحكي الحكاية دي؟ وده اللي حصل لي. فتحه كده وبعد كده قام ابتدى يقرأ لي، بنا قال لي اقرأ عليا، فقرا شويه وانا قريت شويه، وجينا للحته دي اللي هي بتاعت ان احنا بنبقى احيانا عندنا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى لا شعوري.
مش ان احنا فكرنا كده ربنا مش هيديني، لكن نسينا نفتكر انه اكيد ربنا هيدينا، لا يمكن ربنا يسيبنا، نسيناها، راحت، خرجت عن بؤرة الشعور بتاعنا، ما بقيناش مدركين انه ربنا هو اللي بيدي. فابتدى يقول في الكتاب كده المؤلف انه دي بتضطرنا بقى ان احنا يبقى عندنا خوف الفقر. سوء الظن ده اللا شعوري بيخلي عندنا خوف من الفقر، والخوف من الفقر بيضطرنا الى حاجات منها الكذب. فتلاقي بقى الموقف اللي قلناه من شويه ان انا كنت رايح الشغل فكذبت عشان ما ترفدش، عشان يجي لي فلوس، عشان مش عارف ايه. فازاي الانسان لما بيصحى والتقوى جوه قلوبنا بتصحى، ما بيبقاش عندنا الخوف الا من الله، الا من الله، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، زي الايه برضو الثانيه في البقره، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم. حاله من الصحيان. فدي نقطه مهمه جدا، ان احنا بنكذب نتيجه غفله تانية احنا فيها. لو صحينا بجد مش هنخاف. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. فالخوف ده سبب اساسي يا معتز. في سبب تاني، ان احنا بنحاول نحافظ على صورتنا وشكلنا. كنت هتقول حاجه الاول، قولها يا ريت ونكمل. انا كنت عايز اقول لك ان انا اللي فهمته ان الواحد ما يكذبش، يقول الحق والاجر على الله. الرزق ربنا اللي هيبعتها، بس المهم اكون انا ضميري مرتاح. وهنا ترجع لأزمة الضمير، وهنا أرجعك لأن الواحد عاش في مجتمعات تانية غير مسلمة وما بيكذبوش زي ما احنا بنكذب كتير. يعني طبعا لا شك هو ممكن يبقى فيه الخلق ده موجود عند ناس، واتكلمنا امبارح عن الموضوع ده، انه لو الناس دي مؤمنين بربنا هيبقى لله، لكن لو مش مؤمنين بربنا بيبقى صورة الأخلاق، صورة أخلاق الإسلام بتتعمل أحيانا، بس بتتعمل لو هو مش مؤمن بربنا، لو ملحد بتتعمل للمصلحة. فساعتها عايز أقول لك بقى النوعية دي من الناس اللي بتبقى بتعمل الخلق بس للمصلحة، لو مفيش رقيب عليه هتلاقيه بيكذب. دي نقطة مهمة جدا. عشان كده أحيانا بتشوف أجانب من غير المسلمين برضو، من اللي انت بتقول عشت معاهم برا، لما يجوا هنا مصر ومحفظتهم تقع ويجري وراهم واحد من الشارع يديهم المحفظة، بيجي لهم حالة خضة غير طبيعية. طبعا طب انت مخضوض ليه؟ مش متوقع. لانه هناك في بلده، طبعا مش كل، احنا ما بنعممش، بس بعض الناس فعلا هناك لو السيستم النظام مش مراقب عليك ومش هيسألك، انت مسؤول، يعني بتحس بالمسؤولية، يعني عارف انك هتتسأل، هتسأل. بيحصل ايه؟ خلاص المحفظة دي طارت. مش ترجع تاني ابدا. فيرد عليه واحد، وانا شفت الموقف ده بعيني واثر فيا، فيرد عليه يقول له لا انا اراقب الله، والتاني مش مؤمن بربنا كان، قال له انا اراقب الله. قال له يعني، قال له يعني مش مهم لو الحكومة او اي حد تاني او البوليس او غيره ما شافنيش، ربنا شايفني. حلوة قوي. دي حالة من المراقبة. تفريعة ردا على اللي انت بتقول عشت بره والضمير والكلام ده كله. الحاجة التانية يا معتز اللي هي بقى بتاعت صورتنا وشكلنا قدام الناس. انت قلت الاول ان الواحد بيكذب خوفا من العقاب. خوفا من العقاب او خوفا عامة بقى. قلنا الخوف كأساس. من الخوف. سواء الخوف ده من عقوبة. الخوف ده من الرزق انه ما يجيلوش. الخوف ده من انه حد يمشي ويسيبه. خوف. يعني شعور الخوف بيحرك جوانا احيانا الكذب. والحاجة التانية انه خايف على صورته. زي بالظبط لما راجل يقول لمراته انا كنت في الشغل وهو كان قاعد مع واحدة مثلا صديقته. ممكن، بس انا مش دي ندرجها تحت السبب الاول الخوف. لكن دي برضو اللي انا خوف. بتكلم عليه دلوقتي مش خوف بقى. حلو. يعني الباعث الاساسي مش خوف. الباعث الاساسي هنا انت مش قلقان من حاجه، بس عايز تحسن من صورتك. تمام. عندك شعور بعدم الثقه في النفس. فمحتاج تقوي نفسك شويه فتكذب. عايز يتقال عليك انك بتفهم قوي فتالف حاجه. في لحظه معينه، او تقول انا كنت موجود وشفت. بتحصل لنا كلنا ان احنا عارفين انه الحاجه دي غلط، ما حصلتش، انا ما كنتش موجود، او انا ما اعرفش المعلومه دي، او مش انا اللي اكتشفت المعلومه دي. مش انا اللي اخترعتها. بس بيجي حته في النفس لما لسه ما تتطهرش بيجي لها كده زي معادله سريعه، انا لو قلت كده عني في الموقف ده هم هيبصوا لي البصه دي، وانا عايز قوي ان انا يتبص لي البصه دي، او بسرعه قايل الكلمه دي وكاذب ومش على بالي خالص. حاجه بقى خطيره ونكملها بعد الفاصل. ودي دايما يقولوها بقى من تاملوا الكذب، خاصه من علماء النفس في الزمن ده، انه لو اتكشفت مره واحده بس انت كده خربت قدام الشخص ده الى يوم الدين. شكلك وحش قوي. شكلك وحش قوي قوي قوي. فايه المخاطره الخطيره اللي انت بتاخدها دي عشان يبقى شكلك حلو؟ فده السبب التاني ونكمل. تمام. هبقى اسالك بعد الفاصل عن شخصيه اسمها بينوكيو، سمعت عنها؟ شخصيه كرتونيه مناخيرها بتطول قوي.
هنكمل الطريق الصح مع معز مسعود، خليكم معانا. الكذب الكذب الكذب، ليه بفكر في الموضوع ده كتير؟ مش عشان عايز اكذب والله، بس عشان عايز اعرف احنا ليه بنكذب، وبالذات لما بيكون عايشين الايام الجميله اللي احنا عايشينها في شهر رمضان المبارك. معز، قبل الفاصل كنت بقول لك على شخصيه كرتونيه بينوكيو. اسمها بينوكيو. بينوكيو ده بيلفت نظري في حاجه اللي هي الشيء المميز ليه، ان هو كل ما بيكذب مناخيره بتطول سنه. فبيبان عليه انه كذاب. اعتقد الانسان اللي هو مش كرتوني، اللي هو انا وانت، ما بيبانش علينا ان احنا بنكذب. هي دي نقطه، عشان كده عجبني لما انت قلت بينوكيو. لان هو فعلا لو كان بيبان علينا كنا هنقلل قوي من الموضوع ده، ان لم يكن نتوب منه تماما. هي الفكره كلها ان زي ما بدانا الحلقه قلت لك دي حاجه مش ملموسه. فبنحس انها صغيره وهينه من ناحيه، سهله، ومن ناحيه تانية ما هو مش موجوده قدامنا، ما حدش شايف، هعدي، هبقى توب بعدين. فمن اسهل الحاجات اللي الواحد ياخر التوبه عنها الكذب، لانها مش ملموسه ومحدش يعرفها عنه. الا بقى لو اتقفش زي ما قلنا من شويه، وبتبقى الفضيحه بقى تقيله قوي قوي قوي. لانه وعشان كده بيبقى دايما الواحد قلقان. قلقان لانه بيغضب ربنا، وقلقان من انه الناس تكشفه. طب ما حاله من الـ يعني الضيق وعدم السكينه، الواحد في غنى عنها. الصدق ينجي. يعني احنا في غنى عن ان احنا نبقى في الحاله دي بتاعت ان انا دايما قلقان، قلقان في الدنيا وقلقان في الاخره. قلقان الناس تمسكني وتعرف الحقيقه عني فاسقط من اعينهم برضو، وقلقان ان ربنا غضبان عني. الكذب مش من التقوى، الكذب حرام، الكذب سلوك غير مقبول، الكذب شيء مش من الاسلام، صح ولا غلط؟ 100% طبعا. وعشان كده قلنا ايسرق المؤمن؟ ممكن. ايزني المؤمن؟ ممكن. يكذب؟ لا. يكون المؤمن بخيلا؟ ممكن. يكون المؤمن جبانا؟ ممكن. لكن يكون المؤمن كذابا؟ لا. ما ينفعش طبعا يبقى حاجه احنا ساكتين عنها. الكذب دي حاجه تقيله قوي قوي، وما نستقلش بيها علشان هي مش ملموسه. انا اللي مخليني اركز على الموضوع ده الحقيقه معز، ان انا بحس ان الناس مش مدركه انه يمكن حجم الضرر اللي بيحصل على المجتمع ايه من خلال كذب. وممكن كذب يبقى يعني يمكن الاستغناء عنه بسهوله. طبعا، سواء كان كذب صريح بمعنى ان هو يعني بتعرض الواقع بطريقه مخالفه، بتعرض يعني بتقول حاجه مخالفه للواقع تماما، فلا شك انت كده بتضر وبتضيع حقوق ناس ممكن، وبتضر بحقوق اخرين. وانت ممكن تبقى انت عمال تكذب فتنجو من ان انت تترفد من شغلانه. بس انت دلوقتي كنت تستحق ان انت تترفد، واحد تاني ياخد الشغلانه دي، فانت قاعد حابس المكان ده ومش بتشتغل ولا بتعمل الشغل باخلاص وبصدق، وفي نفس الوقت بسبب انك كذبت حميت نفسك من عقوبه كنت تستحقها. فدي مهمه جدا، عشان كده بقول لك الصدق ينجي. في احيانا لما تصدق بقى يعني حتى في الدنيا في التعامل مع العباد وتقول الحقيقه، ممكن برضو ربنا سبحانه وتعالى يلهم الشخص ده انه يعفو عنك علشان انت صدقت. فنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وما نخافش. قلنا اللي بيحركنا الاساس هو الخوف، مش عايزين نبقى خايفين. وقلنا الثانيه اللي هي صورتنا امام الناس. عايز ان انا اعمل، كنت انت بتقول حاجه قبل في الراحه في البريك، اللي هي صورتنا امام الناس دي. دي طريقه تانية، معرفش لو نسميها كذب ولا لا، انما انا اقدر اقول لك واحد فشار او واحده بنت فشاره مثلا. يعني في واحد يحب يقول ان هو مثلا على صله كبيره الناس المسؤولين في البلد، كبارة البلد. يقول لك ده الوزير الفلاني كان لسه معايا امبارح، ده فلان الفلاني ده اصله جار بنت خالتي. وهو بيبقى يعني كذب تماما قصدك؟ طول ما هو قاعد عمال يقول كلام من ده لدرجه يصعب تصديقها. يعني احنا هنحسن الظن وكل حاجه وربنا يسهل، لكن اهو انت بتؤكد المعنى ده، انه احيانا احنا يا معتز بنحاول ان احنا نحسن من صورتنا بان احنا نالف حاجات مش حقيقيه، او ان احنا نبالغ. دي نقطه تانية برضو، نفضل نزود في الحقيقه ونبالغ فيها ونغيرها شويه كده وبتاع، وده نوع من انواع الكذب برضو، لانه بيوصل صوره تانية خالص عن الصوره الحقيقيه لذهن المستمع. دي نقطه مهمه. في برضو سبب ثالث، ان احنا احيانا بنكذب لما بنبقى عايزين نضر حد. ودي وحشه جدا، دي فظيعه. شفت انت، انا كنت عمال ادور في ذهني ايه الحاجات اللي بتضر المجتمع. طب من كلمتك اهو. طب ما هو دي تعتبر شهاده زور. طبعا. من الانواع،
يعني فيها نفس اللون والطعم بتاعها، لكن انت تكذب علشان تضر حد، تبقى انت شايل من حد جدا ويعني مش بتحبه لدرجة ان انت تقوم مألف عليه حاجة فتوديه في داهية. ده كذب طبعا غير محتمل، زي ما انت قلت شيء مش من الاسلام فيه شيء. فدي نقطة مهمة جدا. كنا قلنا هنشير الى الاطفال. الاطفال لما بيكذبوا على ابهاتهم وامهاتهم، مش بقى او على اي حد او على لا وخاصة فعلا على اهليهم. وهقول لك على بحث مؤسف كنت قريته قريب، بيقول انه ده من علماء النفس كان في اوروبا تقريبا. فبيقولوا انه قعدوا يدوروا على اسباب الكذب، يعني نفهم الناس بتكذب ليه، وقالوا اسباب كتيرة منها اللي احنا قلناها وغيرها. بعدين قالوا يبدو كده من الاحصائيات ونتيجة البحث انه السبب الاساسي اللي بيخلي الاطفال تكذب انه ابوهم او امهم بيكذبوا. تخيل، يعني شيء متعودين عليه في البيت، متوارث، خلق مكتسب، مكتسب من البيت. اما ان هم بيكذبوا في حاجات هم مش شايفينها مضرة كاهالي، لكن هي مضرة جدا. زي مثلا ايه، الطفل الولد مثلا عنده 6 سنين يرد على التليفون، الو، فحد يقول له بابا موجود، فيقول بابا كذا، قول مش موجود، يقوم واخد السماعة، بابا مش موجود. بيحصل هنا مشكلتين. المشكلة الأولى إنه بيشوفك أنت بتكذب كأب، فهيبتدي يقلدك غصب عنه، إن هو أنت يعني أنت بالنسبة له القدوة. طبعا. المشكلة الثانية إنه بيتعود هو يكذب، هو قال دلوقتي حاجة غير الحقيقة، فبدأ إن هو يقول حاجات غير الواقع، فبقت عادة عنده في لسانه. إحنا مش عايزين نعود اللسان على إنه يقول حاجة مش حقيقية، وبقت أوكي إن هو يكذب لأنه دي النشأة بتاعته. ده أبوه قال له قول كده. يعني في مين أحسن من أبويا يعلمني، مش كده؟ فحتى لو أبوه بيقوله ده غلط، مش ما هو مهما تقول ده غلط ويبقى فعلك بيقول إنه ده صح، ما أنت بتعمله، بنكتسبها من أهالينا. فدي نقطة مهمة جدا. الأطفال أصلا بنبقى جوانا كأطفال أصلا وكمراهقين يا معتز أصلا ضعف في النفس وقلة ثقة، لسه بنكبر وننشأ ونستوي ولسه عايزين، يعني بتبقى ميول جوانا، مش كلنا بس كتير مننا، ولسه عايزين نحسن صورتنا ونبان قدام أصحابنا حاجة حلوة. ونعمل. فالميول ده أصلا فينا، منجيش إحنا كأهالي ونساعده، المفروض نقومه. فلو إحنا أصلا بنكذب وبنطلب من الأطفال هم يكذبوا من الصغر، ده اللي بيقولوا البحث، بيقولوا إزاي نتوقع أن الناس كلها المجتمع كله مش هيبقى كذاب إذا كان إحنا بنورث الكذب من جيل إلى جيل إلى جيل. فدي نقطة كانت مهمة جدا حبيت أن أنا أشير إليها في السياق بتاعنا النهاردة. أنت عارف يا معز، أنا لو من الـ 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 الأب ده اللي بيقول لابنه قول له أنا مش موجود، أنا عندي أقول له لو على قطع رقبتك ما تكذبش، وأخليها له كده قاعدة في حياته وأنساها على قطع رقبتك. طبعا يعني نو واي زي ما بيقول، وربنا مش هيسيبك، وربنا مش هيسيبك. ربنا قال كده، قال فالحق والحق اقول، ربنا ما بيقولش غير الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم مره قال ولا اقول الا حقا. طب ما نبقى احنا كمان كده، لا نقول الا حقا فعلا، يبقى الواحد. ودي نقطه مهمه جدا يا معتز، كان احد العلماء برضو من القرون الماضيه اشار اليها، قال انه الكذب ده انسلاخ عن الانسانيه. بنفقد انسانيتنا. فسؤل ازاي؟ قال لانه الخاصية الاساسية اللي بتميز الانسان عن الحيوان في المحسوسات، يعني قدامنا بعينينا شايفينها، النطق. قال واللي بيكذب لم يعتمد نطقه، نطقه بقى زي قلتهم، احنا خايفين مش هنعتمد نطقه. ومن لم يعتمد نطقه خلاص استوى مع البهائم، فقد الخاصية الاساسية بتاعته اللي هي خاصية انه بينطق، علمه البيان وغيره. فدي نقطة مهمة جدا. الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. في مجتمعات بتنتفض لما بتلاقي إن في مسؤول كذب. في مجتمعات، تعالى نمسك مثل صغير قوي، بيل كلينتون. انت كلينتون بالظبط. قريت أفكارك. لا أقول مثل، أصلا أقول مثل المعاصر بتاعنا. كلينتون لما كذب بالنسبة لعلاقته مع مونيكا لوينسكي وقال انا ما اعرفهاش، وهو كان فعلا عامل علاقه معاها، اللي كان هيتعرض لانه هيعزل من منصبه. عايز ايه اكتر من كده؟ طبعا، ودي مشكله كبيره جدا لما المسؤول عنك بيكذب. لكن خلي بالك ان هو، انا يعني موقف كلينتون ده بالذات قعدت ادرسه فتره، والى الان ما وصلتش الى حاجه حاسمه، ومش مهم يعني، ده من العلم اللي لا يضر ولا ينفع يعني. بس اياميها كنت بتامل، لانه هو في حاجه اسمها المواراه،
حاجه اسمها التوريه. اه خلي بالك من النقطه دي، بعيد بقى عن كلينتون، انا مش بتكلم على موقفه خالص، لكن انا خدت منه عبره عامه دلوقتي. في حاجه اسمها التوريه، واحنا قلنا ان احنا هنرجع بعد الفاصل نقول امتى الكذب ما يبقاش اثم، وساعتها مش يعني حتى ما يتسماش كذب قوي، ولو انه يتسمى كذب لغه، لكن امتى ان انا اقول حاجه غير مطابقه للواقع وما بقاش خدت اثم. في مواقف زي ايه؟ لما تبقى بتمنع ضرر اكبر بكتير وما بيبقاش فيها نفع للنفس عندك، زي في الاصلاح بين الناس. كويس. لو انت بتصلح ما بين اتنين متخانقين سنين طويله قوي قوي قوي، كويس، وسالك قال كده عني وانت عارف انه قال مثلا، تقول له لا 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 ليه؟ لانه الذنوب اللي هتحصل في الشتيمه منهم لبعضهم بعض والمقاطعه اللي بينهم دي وكل اكبر بكتير من ان انت تقوم قايل لا ما قالش بنيه الاصلاح وخلاص، وانت ما خدتش نفع، ده انت اصلحت ما بين الناس. في مواقف معينه الى اخره، في الحرب لما بتبقى خدعه، لان انت دلوقتي انت المفروض في الحرب بتبقى انت في الطرف العادل كمسلم، انت المفروض لو حصل حرب انت مع الحق، انت بتحارب الباطل هنا. فانك تسيب الباطل يغلبك ده هيبقى انهزام لاهل الحق. ما ينفعش. فساعتها المصلحه بتاعت انه الحق يغلب الباطل اكبر بكتير من ان انت تقوم قايل كلمه مثلا اللي بيسال عن الاسلحه او غيرها، فتقول كلمه غير الحقيقيه انه الاسلحه في المكان ده، لا دي في المكان الفلاني الى اخره، فتكسب وتنتصر في الحرب بسببها، ففي الحرب لانها خدعه. فده موضوع مهم. دي المواضع القليله قوي اللي ممكن الانسان ياخد ثواب كمان، مش بس ما ياثمش، ياخد ثواب انه قال حاجه غير الحقيقه. شوف في مواضع قليله وعامله ازاي ونبيله وشريفه ازاي، ما بالك بقى في الحاجات اللي بتبقى في النفس، اللي بتبقى للنفس وبتبقى ضعف وخوف من المواجهه. كتير قوي بنبقى خايفين نواجه. انا متهيألي معز انه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والخلفاء الراشدين، انا مش دارس قوي ومش متبحر يعني، بس انا متاكد ان هم كانوا بينزعجوا قوي قوي من سلوكيات الكذب دي. طبعا. وعشان كده قالوا الواحد لو اضطر قوي 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 ان هو محطوط في موقف بجد، وهو الموقف ده زي الحرب اللي قلناها من شويه دي. لما قال صلى الله عليه وسلم سئل مره وسالوا واحد واظن انه كان اعمى، فانتوا منين؟ انت عارف العرب بيسموا ساعات انا من ماء، يعني من منطقه فيها ماء، واخد بالك الى اخره. فقال من ماء، نحن من الماء. هو طبعا قصده ان احنا خلقنا من الماء. لانه احنا كان في حرب، فدي كانت حاجه. فبيعلمنا ازاي ان انت في الحاجات الكبيره قوي قوي دي برضه ما تكذبش، اعمل حاجه اسمها توريه. التوريه دي اللي هي ايه؟ انك قلت حاجه تحتمل معنيين، وانت اردت بيها معنى والشخص الاخر فهم معنى تاني. عملت ده ليه؟ عشان تنقص حاجه كبيره قوي زي ما قلنا في الحرب دي او غيرها، او تصلح ما بين ناس، فحتى ما تروحش للكذب على طول او انك تخالف الواقع. تمام. لا، ساعات بتقول بس التوريه، فدي نقطه مهمه جدا، لكن بشرط برضه يا معتز الا يتخذ عاده. ما يبقاش الواحد بيتحرى التوريه. انا هقول دي وقصدي دي، هقول دي وقصدي، لا ده كده دخلنا نفسنا في دائره الكذب برضه. ما هي العاده النفس. دي هي اللي بتتعبني يا معز. فاحنا كده حللنا الجزئيه بتاعت متى يرخص للكذب بالظبط، دي مهمه. عايز اقول لك حاجه قبل ما تقفل يا معتز، اظن الوقت قرب يخلص. مهمه قوي. اللي هي انه لما بنعود نفسينا على الكذب بنأخر توبتنا من الذنب نفسه اللي كنا بسببه بنكذب. فعلى سبيل المثال انا خايف، انا جبان، وده خلق ذميم لازم نرتقي عنه، نبقى عندنا شجاعة. فالمفروض انا اقول بصدق انا خايف ادخل المكان ده. واحد صاحبي بيسألني ليه، اقول له انا خايف، لكن اكذب اقول له اصلي كنت واكل من شوية، اصلي كنت عامل. انت كده هتفضل كذاب وهتفضل جبان. زي ما تقول عارف الكذب ده عامل زي ايه هنا؟ زي مكياج بتحطه على وشك، بتحط صورة جديدة، بنبقى بنحط صورة جديدة غير ملامحنا. فإلى متى هنبقى بنخبي إحنا مين؟ بالعكس، ده إحنا نواجه نفسينا والناس بإحنا مين ونرتقي ونتحسن لحد ما نبقى إحنا حاجة كويسة إن شاء الله. فالكذب بيؤخر الحصول على الأخلاق العليا دي، لأن إحنا بنعمل زي مكياج ومحدش خد باله وبنعديها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ربنا قال كده في التوبة، في المائدة قال قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. احنا ورانا يا معتز بمناسبة رمضان أخلاق كتيرة عايزين نكتسبها. فقال عمران مثلا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فنبقى مأخرين الصادقين دي، احنا عايزين الصادقين وعايزين القنوت وعايزين الإنفاق وعايزين الاستغفار وعايزين كل ده.
فأنا عايز أقول إيه، عايز أختم بإيه يعني؟ الصادق الأمين، ده كان صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا محمد كان لقبه الصادق الأمين. كان إذا نظر الرجل في وجهه يعلم أن هذا ليس بوجه كذاب، بتبان على وشنا، بتبقى مستريح متصالح مع نفسك، مش بتخبي حاجة في قلبك وفي ملامحك وعمال تحاول تعديها، وإلى الآن الآن من الناس تكشفني وأنه ربنا غضبان عليا. زي ما تقول واحد واقف على صباع رجل، أيوه، مش على رجليه مستريح، ليه ندخل الحالة دي؟ صحيح. فربنا سبحانه وتعالى يعيننا ان احنا ان شاء الله نخلص يا معتز من ازمه الكذب دي خالص، وما نستقلش بيه علشان هو مش ملموس، نتجاوزها تماما. احنا امه الصادق الامين، ربنا يجعلنا صادقين امناء، ويقول لنا يوم القيامه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. شكرا يا معز، وعايز اقول لك بس كده اعتراف سريع، ان انا لو نادم على اي شيء في حياتي مش اكتر من اني اضطريت اكذب في مرات معينه، طبعا في حل من ذكرها، بس دي من اكتر الحاجات اللي ببقى نادم عليها، ما بحبش الكذب. الحمد لله، والندم توبه، جزء من التوبه طبعا، فخلاص كده عدت، والواحد ينوي كده يعاهد الله على الصدق. ربنا يجعلنا من الصادقين. ربنا يجعلنا كلنا كده من اهل الصدق مش الكذب. وبشكرك جدا وبدعي لك ان ربنا برضو كده امين يا رب يكتر من امثالك ان شاء الله. ربنا يكرمك لحسن ظنك ويجعلنا جميعا كده ويجمعنا في الجنه اللي هي دار البر، اللي هي دار الصدق. دار البر، دار الصدق، الجنه ان شاء الله. شكرا لمتابعتكم الطريق الصح مع معز مسعود، ونتقابل بكره باذن الله. الى اللقاء.